حققت ثورة 30 يونيو إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية لمسيرة الفن المصري، والذي يعد أحد أهم أعمدة القوى الناعمة المصرية. وحين أرادت جماعة الإخوان الإرهابية تجريد مصر من هويتها، كان عينها على الفن المصري الذي كان حائط الصد الأول ضد تذويب الهوية المصرية ومحوها. الأمير أبو أسعد الحمراء. ثورة 30 يونيو 2013، ثورة حققت إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية لمسيرة الفن المصري الذي يعد أحد أهم أعمدة القوى الناعمة المصرية. وفيما يتعلق بأهم الأعمال الفنية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال السنوات الماضية وأرخت لثورة 30 يونيو وما بعدها، يأتي مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة، والذي وثق كل ما حدث بطريقة جيدة أعادت للفن رسالته وارتقت بالذوق الفني بعد أن ظهرت سلسلة من الأعمال الوطنية المكتملة العناصر، والتي كشفت عن حجم التضحيات التي بذلت من رجال القوات المسلحة والشرطة. مسلسل هجمة مرتدة أيضا يعد بمثابة رسالة سلطت الضوء على عوالم خفية كشف عبرها المستور عما حصل بفترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية برمتها، إذ بدأت الأحداث منذ 2007 عبر سرد سلس للأحداث أبرزها الجهد الكبير الذي يبذله قوات المخابرات المصرية في حماية الأمن القومي وكيفية الوصول للمعلومات بدقة مهما حاولت الجهات الأخرى إبقاءها في طي الكتمان والسرية. وهناك أيضا فيلم الممر، وهو أجرأ فيلم تم تقديمه، وبالتالي أصبح من أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، كما اهتم الفيلم بالجانب الاجتماعي الذي لم نره من قبل في أي عمل فني. مجموعة من الأعمال الفنية والدرامية تطرقت لمواجهة الدولة المصرية لتحديات كبيرة وخطيرة للغاية، منها أيضا فيلم السرب تدور أحداثه حول وقائع حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية. وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في مدينة درنا الليبية، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه. ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم لو قدر لحكم جماعة الإخوان الإرهابية الاستمرار، حيث لم يكن لدى الجماعة مشروع حقيقي على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، إضافة إلى أن أعضائها لا يعرفون شيئا عن مصر ولا ثقافتها ودورها الريادي إبداعيا وفنيا وثقافيا.